باشر المهندس مصطفى مدبولي المكلف بتشكيل حكومة جديدة مهام عمله عقب تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قبل إقالة شريف إسماعيل الثلاثاء الماضي. هذا التكليف لمدبولي توقعه البعض مسبقا في ظل إنجازات قام بها خلال فترة توليه وزارة الإسكان منذ عام 2014. اختيار المهندس مصطفى مدبولي لتشكيل الوزارة ليس أمر جديد أو مفاجئ للكثيرين، خصوصا انه تولى في فتره علاج المهندس شريف اسماعيل تسيير اعمال الحكومه والقائم باعمال رئيس الوزراء. ايضا من المعروف في الاوساط السياسيه المصريه قرب المهندس مصطفى مدبولي من الرئيس عبد الفتاح السيسي واقتناعه بادائه خلال الفتره الماضيه، وكان من الاسماء المطروحه بشكل كبير جدا اللي يتولى تشكيل الحكومه. ويتوقع أن تستغرق مشاورات تشكيل الحكومة فترة قصيرة نظرا لخبرة مدبولي بملفات الدولة كواحد من أعضاء الحكومة منذ سنوات. وجوده كعضو بارز في الحكومة هيسهل عليه مهمة اختيار الحكومة، بالتأكيد طبعا الرجل لديه خبرة بزملائه من الوزراء الموجودين، قادر يحكم مين اللي قادر يستمر من خلال وجوده في الحكومة، وأيضا قادر ان هو يختار بديل للوزراء اللي هو شايف ان هم مش هيستمروا معاه. ايضا من خلال طبعا وجوده كعضو في مجلس الوزراء هو على علم جيد بالمشروعات اللي كانت الحكومه بتنفذها وايه اللي محتاج يتم الاسراع فيه خلال الفتره المقبله. وكان رئيس الوزراء المكلف قد شغل عده مناصب قياديه بوزاره الاسكان حتى اصبح وزيرا، كما شارك في عدد من المشروعات القوميه التي نفذتها الدوله. تسمية مدبولي رئيسا للوزراء قوبل بترحيب من الأوساط السياسية والشعبية وسط حالة من التفاؤل أن ينجح في تشكيل حكومة تقود البلاد نحو إصلاحات يلمسها المواطن. أحمد مصطفى، الغد، القاهرة.